سألت أولا عن القيء والدم هل هما نجسان، وأيضا النجاسة إذا مرت المرأة الإنسان عليها كيف يتطهر منها. السؤال عن أن القيء والدم هل هما نجسان؟ القيء والدم، أما الدم فقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على نجاسة دم الإنسان. طبعا الدم ينقسم إلى أقسام من حيث مخرجه، ما كان من القبل أو الدبر من أحد السبيلين فهو نجس في الاتفاق، وكذلك دم الحيض متفق والنفاس متفق على نجاسته. أما الدم الخارج من بقية البدن من غير السبيلين فهذا هو الذي حكى بعض أهل العلم إجماع على نجاسته، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس بنجس. والأقرب من هذين القولين أن الدم من غير السبيلين ليس نجسا، ولكنه من مما ينبغي أن يتوقع ويجتنب، لكنه ليس نجسا. فلو أن الإنسان عرعف وأصاب ثيابه شيء من الدم الخارج فإنه لا يكون بذلك نجسا. هذا ما يتصل بالنجاسة، نجاسة الدم. أما ما يتعلق بالقي فالقي كذلك، وهو كل ما يخرج من جوف الإنسان سواء كان قد تغير طعمه أو لم يتغير طعمه. للعلماء فيه قولان، جمهور العلماء ومذهب الأئمة الأربعة على أنه نجس، وبالتالي يجب التطهر منه. والقول الثاني أنه ليس بنجس، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. وعمدة من قال بنجاسة القيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا لا يفيد النجاسة، لأنه الريح بالاتفاق ليست نجسة وهي مما يوجب الوضوء. وبالتالي خروج حديث قاء فتوضأ لو قلنا بوجوب الوضوء لما دل ذلك على نجاسة القيء.